كمان والله ما بسهل. اسلم، كان عندك شيء؟ يقول لك طال عمرك هذه عندك شيء ابو لا عثمان؟ هذا طال عمرك تعرفون الشيخ راكان بن حثلين؟ الله انا معروف. هذا صفقوا له الترك، اسروه عندهم وخلص نفسه من اسرهم بطريقته وطلع، وصفقوا له مرغمين. راكان بن حثلين هذا فارس شجاع، كل ما في حد ما يعرفه صح ولا لا؟ معروف. المهم في مره عاد يوم كبر في السن وصار يعني خلاص شايب ما عاد تعب، طلع هو مع واحد شباب شخصيه من عيال قبيلته، ولد ما شاء الله نشيط، طلعوا يتمشون. المهم راحوا الين تعبوا وجاهم تعب، ويطالعون له والله في بيت هناك يشوفونه قريب مو بعيد. قال ركان الشيخ ركان مدى الولد خلنا نروح، يضحكون يمزحون. قال هاجر خلنا نروح للبيت ده نقلط عليه، احنا تعبنا التعب وخلاص واصل حدهم. يوم اقبلوا على البيت فاضي ما في رجال، ما في الا مره. هو يتعاند هو واخويه. قال الولد الركان يا شيخ اتحداني، عليكم السلام. صحيح. السلام والرحمة. قال يا شيخ اتحداني اخليها تقومك، تقول لك انت روح سوي قهوه لعمك، ان الحرمه بتقول انا الشيخ مو بنت. قال ركان ان كانها تعرف الرجيل وتعرف العلوم والسلوم وعندها بعد نظر والله بتقومك انت، تقول لك انت روح صلح الدله صلح القهوه. حلو. المهم تحدوا على الكلام ذا وتراهنوا. قالوا ويوم جو عندها وقلطوا عليها ويترحب، انت تعرفين حريم البدو من اول. ايه. لا جاهم ضيف في غياب زوجها ولا غياب ابوها. الضيف يصير معزب. ايه وترحب به وتقلطه عشان سمعت ابوها ولا سمعت رجالها. المهم قلطتهم. مرحبا يا ضيوف. يوم جلسوا والحرمه تطالع وتناظر. ما ادري من هو الشيخ فيهم ومن هو اللي معه المساعد حق. ناظرت في الشايب لا والله ما. ناظرت في الولد. هو تاخذ الفاس هو ترميه على الشيخ ركان. قالت قم روح جيب حطب وصلح الدله لعمك. الا الولد يطالع في الشيخ ركان، والشيخ ركان يغمز له قال مشي الدور ابشري، وياخذ الفاس ويروح يحطب. هو الشيخ ركان بن حثلين ويروح يحطب وياخذ ويجيب الحطب ويشب النار ويصلح الدله ويسوي كل شيء ويجي ويصب للولد ويقهوي. هو يتقهوى ويجلس. يوم جلس هو يقول لها ابيات. قال ركان بن حثلين يا زين يلي في ذراعك نقاريش، الحكم حكم الله وحكمك على الراس، انشيتني حشاش سيد الحواشيش، وانشيتني حطاب قرب لي الفاس، انشيتني يعني انبغيتني، وانشيتني خيال اروي المعاطيش، واثني وراهم يوم الارياق يباس، الفرخ لا يغويك الفرخ لا يغويك في صفة الريش، طير الحبارة ياري اريش العين قرناس. المهم القصيدة طول الظهرنا اطول مكان. إيه. لكن يوم خلص من قصيدته وخلص وتجيها البنت قالت ادخل على الله هو انت الشيخ راكان؟ قال هي يقولوا وهي استحت وحاولت تصلح خطاها وتعتذر منه. المهم فضحك الشيخ ركان وطمنها وكذا وقال ترى هذا يعني رهان بيني وبينه ومشينا الدور وابد ما يحتاج. كيف الدهاء؟ والطيب يقول ما يستشك كود الرديين ولا ترى الطيب وسيع بطانه واثق من نفسه وخذ الفاس وراح ثقه. هذه ذكرتني تقول قصه قريتها قبل كم يوم خفيفه صدق اللي يقول لك اللي يقول كل شيء قل خيره صارت اي بلاء قل خير الحمد لله لو انه شيء ولو انه بلاء يعني تشوف مضر عليه قل خيره من الله صح يا طول العمر. يقول لك هذا في حاكم